At this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. مصادر عبرية: إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل. الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف بين لبنان وإسرائيل. يونيفيل: نتواجد على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل للمساعدة في تجنب التصعيد. السلام عليكم. لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. إطلاق قذائف من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد بإطلاق قذائف مدفعية من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف. من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارات عدة على وسط قطاع غزة، حيث أكد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك استهداف المروحيات الإسرائيلية برجاً سكنياً وسط القطاع يحوي 14 طابقاً. كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مواقع غرب قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 24 ساعة على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الفلسطينية الإسرائيلية. وشهدت المعركة عمليات نوعية للفلسطينيين، حيث اقتحموا عدداً من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عدداً منهم وأسروا عدداً من المستوطنين وسيطروا على آليات إسرائيلية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية السيوف الحديدية وبدأ بشن غارات على القطاع. مصادر عبرية: إطلاق 12 صاروخاً من جنوب لبنان على إسرائيل. قال الجيش اللبناني أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحذيراً من احتمال سقوط صواريخ، ولم يتضح بعد سبب إطلاق صفارات الإنذار التي تدوي طوال اليوم في مناطق أخرى من البلاد، وتطرق أبو حبيب إلى تظهير الحدود اللبنانية مع إسرائيل، مذكراً بأن هذه الحدود رسمت عام 1923 وتكرست في اتفاقية الهدنة لعام 1949، وقال إن الحكومة اللبنانية لا تعد الخط الأزرق حدوداً، مضيفاً أن الجهود التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الطاقة آموس هوكشتان للتوافق على الحدود البرية بعد الاتفاق على الحدود البحرية معلقة الآن إلى ما بعد انتهاء الحرب الجارية حالياً. الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف بين لبنان وإسرائيل. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أن حفظ السلام التابعين لها اكتشفوا في وقت مبكر من يوم الأحد إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا. ورداً على ذلك تم إطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان وفقاً لبيان أصدرته اليونيفيل يوم الأحد. وأوضحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق على جميع المستويات لاحتواء الوضع وتجنب التصعيد أكثر خطورة. يونيفيل: نتواجد على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل للمساعدة في تجنب التصعيد. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل إنها تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية التي تتكشف في إسرائيل بعد تعرضها لهجوم صاروخي من حركة حماس الفلسطينية أمس السبت، وأكدت في بيان لها أنها تقوم بتكييف وتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة عملياتها بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ. وأضافت يونيفيل أن قادة المقاومة وبالتحديد السيد حسن نصر الله
أعلنوا أكثر من مرة أنه إذا تم الاعتداء على الفلسطينيين في غزة أو الضفة أو الأقصى وتجاوزوا الحدود فإن المقاومة جاهزة. وأكد عبد الهادي أن هذا الأمر مرهون بردة فعل العدو الصهيوني وبمدى توسعته للعمليات العسكرية العدوانية التي يمكن أن يشنها على قطاع غزة. من ناحيته أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية كرد فعل على طوفان الأقصى وقام بشن غارات جوية على القطاع. أخبار فلسطين الآن، مناطق تسيطر عليها حماس حالياً. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم السبت برج فلسطين المكون من 14 طابقاً في حي الرمال بمدينة غزة. وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بأن الطيران الحربي استهدف البرج وتم تسويته بالأرض. وذكر المراسل أن سكان البرج وهم بالعشرات باتوا بلا مأوى، ولا تزال طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها تحلق في أجواء قطاع غزة وعلى ارتفاعات مختلفة بالتزامن مع استهداف مناطق وأماكن مختلفة بالمحافظات الخمس. وأكدت القناة 12 الإسرائيلية السبت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت استشهاد 198 فلسطينياً وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة. فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة السبت تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع. بدورها اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة السبت الاحتلال الإسرائيلي بشن مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبان تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية. فرحة عربية على منصات التواصل بعد عملية طوفان الأقصى. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب ما يحدث بين لبنان وإسرائيل وفلسطين؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.